هذا المساء مع رغدة إبراهيم تناقش الليلة التحشيد العسكري في سرت هل يعجل بمعركة فاصلة؟ سرت التي صنفت بخط الهدنة ووقف إطلاق النار هل تصبح خطا ساخنا وتقرع طبول الحرب في سرت؟ ليس فقط بين الأطراف الليبية، إنما بين الأطراف الإقليمية وخصوصا الطرف التركي والمصري. تركيا التي لا تنوي التراجع في ليبيا وتواجدها العسكري في تزايد، تصرح أيضا بعدم النية في دخول حرب، إنما النية في حماية الوفاق وفي الدفع بالعملية السياسية. مصر من جهة أخرى والتي أيضا تدفع نحو السلام والعملية السياسية، برلمانها اليوم يفوض الجيش المصري بالتدخل العسكري في ليبيا. إذن الأطراف الدولية تحمي أطرافها الليبية وظاهريا تنتشر دعوات السلام، فهل على الأرض الوضع سيان؟ مشاهدينا أهلا بكم في هذا المساء. في هذه الحلقة مشاهدينا هنناقش معكم ومع ضيوفنا في هذا البرنامج أكيد التحشيد العسكري في سرت مؤخرا من الطرفين، وأيضا التصريحات التركية والمصرية المتقابلة حول مسألة سرت. كذلك سنناقش معكم أيضا التفويض الأخير من قبل البرلمان المصري للجيش المصري للتدخل العسكري في ليبيا. نشاهد مشاهدينا هذا التقرير بداية ونناقش موضوع الحلقة مع ضيوفنا، خليكم معنا. صوت البرلمان التركي على قرار بشأن اتفاقيات توقيع مذكرة دفاع مشترك وترسيم حدود بحرية مع ليبيا، مما غير في المعادلة على الأرض. نتائج هذا التدخل أسفر عن موقف مصري نتيجة مخاوف على أمنها القومي. تحركات دولية مدعمة بأطراف داخلية قد تؤدي إلى قرار مشابه في الضفة الأخرى الداعمة للقيادة العامة. لا حديث عن ليبيا إلا دعوات للسلام مع تحشيدات عسكرية وإشارات سياسية شعارها الدفاع عن ليبيا والليبيين، خلفها صراع نفوذ ومصالح دولية ولا حلول دولية حقيقية تلوح في الأفق لحل الأزمة الليبية. من جهة أخرى لا زال الانقسام بين الليبيين هو السائد، والكل متمسك بمن يدعمه ويقف خلفه، وأصبح واضحا وجليا من خلال تصريحات زعماء الدول وزيارات الأطراف الليبية المتكررة لتقوية كل منهم موقفه ضد الآخر. فهل يا ترى ستفتح فوهات البنادق أم سيتغير مسار الأزمة على أطراف طاولة حوار يحكمها قوة النفوذ والسلاح والمصالح والعقود والمواثيق؟ كل هذا سنتعرف عليه بتفاصيل أكثر عبر برنامجكم هذا المساء مع رغدة إبراهيم. أهلا بكم في هذا المساء من جديد. نرحب بضيوفنا السيد سعد بن شادة عضو مجلس الأعلى للدولة، معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. السيد سعد أهلا بك في هذا المساء. سيد سعد الأعزاء، نعم أهلا وسهلا بك. مع ما نشاهده الآن من التعثرات في الوصول إلى تفاهمات سياسية طبعا اليوم بين أطراف النزاع، هل تتجه برأيك الأمور على خط ما سرت أيضا؟ كيف ترى هذا؟ هو طبعا لا شك يعني بالنسبة لمنطقة سرت والآن التحشيدات من الأطراف حول منطقة سرت هي عبارة عن لاعب واحد، ومن يحرك في هذه التحشيدات سواء كان من الطرف حكومة الوفاق أو من طرف عملية الكرامة هو المهندس واحد، وللأسف هذا المهندس هو المعتوه ترام، يعني
اتصالات سواء كان بالجانب التركي أو بالجانب المصري، فلا أعلم ماذا يريد هذا المعتوه الحقيقة. هل تقصد يعني نعم هل تقصد بأن أمريكا هي من تحرك الجانب التركي والجانب المصري أيضا، يعني بالنظر إلى اتصالات ترامب مع السيسي ومع كذلك أردوغان؟ نعم 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 نعم، هذه لا شك فيها. وهذا الطرفان سواء كان المصريين أو الأتراك يعني هم عبارة عن بيادق في يد ترامب، وتغريدة من العم سام يعني تحرك جيوش هذه الدولة أو ذاك الدولة. فهذا ولكن للأسف يعني الضحية هو الشعب الليبي أو المواطن الليبي أو ابناء ليبيا، فهذه هي الحقيقة يعني الضحية. نعم. هذا إذا أراد. وأيضا هناك احتمالية، وهناك أيضا احتمالية المراد بها هي خلق بلبلة في الشرق الأوسط، وهي الحروب، وهو الصدام ما بين دولة تركيا ودولة مصر. ربما يكون هناك صدام إذا أراد الغرب أو بالأحرى الأمريكان ذلك. فلا أعتقد أن سواء كان الأتراك أو المصريين هل يعلموا بذلك أو لا يعلموا، لأن يعني إذا حصلت حرب ما بين هذه الدولتين سوف تدخل المنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط بالكامل. طيب. ذكرت مسألة الصدام. ذكرت مسألة الصدام سيد سعد. اليوم البرلمان المصري مثل ما ذكرنا قد أعطى تفويض للجيش المصري بالتدخل العسكري في ليبيا. الآن إذا تجاوزت تركيا الخط الأحمر، هذا حسب تصريحات اللواء المصري حتى عن هذا الأمر، بس الآن كيف ترى الرد أو رد الفعل التركي على هذا التفويض؟ هو الرد الفعل التركي هو طبعا دولة تركيا متوقعة يعني يعني دخول مصر في مع مصر في مواجهة متوقعة الدولة التركية، وهذا لا يخفي لان من الاول ان الترك في تركيا في طرف ومصر في طرف، يعني بالتاكيد يعني متوقعين الصدام. ولكن طبعا انا على ما اعتقد ان حكمه الاتراك ممكن يعني يتعاملوا مع التحرك المصري بحكمه اكثر من المصريين، لان دوله تركيا يعني مش حتكون مجازفه زي السيسي، لان مصر يعني كما تعلمون يعني هو راي في يد السيسي يعني بس يعني، بينما تركيا هي دوله يعني ديمقراطيه، ربما اتخاذ الحرب او مواجهه مع مصر يتطلب يعني موافقات كثيره، يعني يتطلب برلمان، يتطلب بس التعاون مع مجلس بس تعاون مع من السهل يعني بتكون لم يتطلب وقتا كثيرا من تركيا ايضا. يعني في يوم تقريبا كان في حديث طبعا تركي ليبي، ثم صوت او فوض البرلمان التركي وصادق على هذه الاتفاقيه وتحركت تركيا فورا. نعم ما ممكن نشوف تحرك فوري ايضا ردا على مصر ظرف في الظرف اللي كانت فيه في ذلك الوقت وقت توقيع الاتفاقية، لأن كانت فيه مصلحة الاتفاقية وخاصة الاتفاقية البحرية، كانت فيها مصلحة كبيرة يرى فيها الساسة في تركيا أن هذه مصلحة لتركيا بخصوص الثروات اللي في البحر المتوسط، يعني ترى في أن المصلحة أكثر من يعني سواء كان دعم حكومة الوفاق سواء كان بالأسلحة أو بالأموال أو بغيرها، فيروا في مصلحة الاتفاقية يعني أكثر يعني أفضل كبيرة جدا، بحيث أنها تكون يعني حتى لو دعموا لحكومة الوفاق بأي دعم لا يساوي شيء أمام ما يجنوه من هذه الاتفاقية في البحر الأبيض المتوسط وخيرات البحر الأبيض المتوسط اللي هو متمثل في الغاز والنفط. لكن عندما تكون يعني على المواجهة لا أعتقد أن سوف تتواصل على الأقل تركيا، لانه ايضا هناك جانب اخر لانه لا ننسوه هو الجانب الروسي. يعني تركيا
ما دام روسيا موجودة الآن في قاعة القرضبية وفي جفرة، لا أعتقد أن الأتراك حيقدموا على الحرب، لأن حتكون المواجهة قبل مواجهة السيسي حتكون مواجهة مع الروس، وهذا الأتراك لا يحبذ هذا أن المواجهة مباشرة مع الروس، إلا في حالة انسحاب الروس من سرت وجفرة. أعتقد أن لو تم انسحاب الروس من سرت وجفرة ستكون يعني سرت وجفرة في أيدي حكومة الوفاق في أيام قليلة يعني. ولكن الذهاب إلى الأمام في الهلال النفطي هناك أمران. أولا المجتمع الدولي وخاصة أمريكا لا أعتقد أنها تسمح بحرب في الهلال النفطي الآن التي تواجد فيها الثروات الدولة الليبية سواء كان من مصانع أو حقول، لا أعتقد أنها حتى تسمح بالتقدم للهلال النفطي. ولكن ما بعد الهلال النفطي على سبيل المثال إجدابية، هنا حتدخلوا المصريين يعني، ولكن قبلها لا أعتقد. والأمريكان يعني لهم فترة يلوحوا بخصوص أن الهلال النفطي يجب أن يكون هذه المنطقة منزوعة السلاح وتكون منطقة يعني ليس بخضراء، ولكن منطقة تكون لا يوجد فيها الأطراف المتصارعة. حتكون فيها يعني سلطات محلية سواء كان من الشرطة أو من حرس المنشآت، وتكون تبعيتها تكون ليس لا يتبع الأطراف، ربما يتبع المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة، وتكون هذه المنطقة هي مصدر. وأنتم كما تعلمون أن حتى في الفترة السابقة هناك يعني مكتب من الأمم المتحدة، هذا المكتب إنشأ على أساس هو دراسة الموارد طيب ماذا تعني وهذا ماذا تعني إذا التحشيدات العسكرية الأخيرة؟ يعني هناك تحشيدات أيضا من الوفاق، مش بس من الجيش أو من القيادة العامة، هناك أيضا من الوفاق تحشيدات عسكرية عند سرت وإصرار على الدخول وامتلاك سرت، وضع اليد على سرت. هو هذا طبيعي بالنسبة للتحشيد، يعني طبيعي الآن التحشيد من كل الأطراف، ولكن نحن يعني أنت عارف التحشيدات ليس وليدة اليوم، يعني تحكي عليه ما يقارب قريب شهر يعني هذا التحشيدات. ولكن الأمر المواجهة إلى هذه اللحظة لم يتخذه الأطراف الدولية وليس الليبيين، وهذا شيء مؤسف مرات واحد يقوله، يعني الأطراف الدولية لم تتخذ القرار بعد بخصوص المواجهة. طبعا الفترة السابقة والأطراف الليبية تحرك من الأطراف وروسيا، والأطراف الليبية تحرك أيضا من الأطراف الدولية كذلك مثلما يتابع الكل الآن. خليك معنا بس سيد سعد، سنذهب إلى سيد إدريس المغربي عضو مجلس النواب. سيد إدريس أهلا بك في هذا المساء. أهلا بك سيد، أهلا بيوفك ومشاهدي الكرام بالكامل. نعم سيد سعد، قبل قليل ذكر نقطة وهي بعد ما تابعنا أكيد والكل تابع اليوم التفويض المصري، تفويض البرلمان المصري للجيش المصري بالدخول العسكري إلى ليبيا. الآن هل تتجه برأيك مصر وتركيا إلى صدام مباشر في ليبيا وحول مدينة سرت تحديدا مثل ما رأى سيد سعد؟ نعم أحييك وحي ضيفك الكريم، لكن أنا ما عنديش من ضيفك ما سمعت الصوت بالتحديد، اسم الضيف ما سمعتش. سيد سعد بن شهادة عضو المجلس الأعلى للدولة، هو يرى بأنه من الممكن الآن بعد التفويض المصري الأخير أن تتجه الأمور في سرت أو حول مدينة سرت إلى صدام مباشر بين تركيا ومصر، وهذا أيضا تحليل الكثير من المراقبين للوضع الليبي الآن. أهلا بك بضيفك الكريم السيد سعد. تربطنا علاقات وطيدة وعلاقات اجتماعية وطيدة، لكن أنا عن نفسي وعن قناعتي الشخصية مش بعدين نبدأ في التحليلات، أنا لا أتمنى أن يحدث أي صدام، ولا أتمنى أن يبقى أحد أو قوات عسكرية داخل ليبيا سواء كانت تركية أو مصرية أو حتى من أي جهة أخرى. أنا أتمنى أن يجلس الليبيين وأن يضع الليبيين حلول، لأن في نهاية المطاف أنت ليبي أنا ليبي نتفاهم، ولكن الأجنبي لا تستطيع التفاهم معه. فيما يخص ما يحدث أو ما حدث اليوم أو ما حدث من الدعم أو من طلب لتدخل القوات المصرية في في في
في حماية أو في دعم الجيش الليبي بالتحديد. فلنرجع الخلف قليلا ونتحدث عن من وقع اتفاقية وتم التصويت عليها داخل أنقرة أو في البرلمان التركي. هذه الاتفاقية حيث تم الاتفاق على دعم حكومة الوفاق عسكريا وأمنيا وعسكريا بالتحديد. نتحدث عن دولة لا تربطنا بها حدود ولا تربطنا بها نسيج اجتماعي ولا تتحدث، وليست لدينا روابط مع تركيا نهائيا. الرابط الوحيد اللي بينهم تركيا، تركيا كانت مستعمرة للوطن العربي وليبيا جزء من الوطن العربي. هذه حقيقة، خلينا نصدر الأحداث ونفهمه. فيما يخص الدعم أو ما طلبه مشايخ القبائل أو مجلس النواب أو الجيش الليبي بالتحديد من دعم من الجيش المصري بالتحديد والحكومة المصرية، نعم هذه علاقة، نحن لدينا علاقة وطيدة، علاقة حدود أو مصر دولة جارة يهمها الأمن القومي في ليبيا. أمن القومي في ليبيا هو الأمن القومي المصري، يهمها النسيج الاجتماعي، تربطنا علاقات اجتماعية وطيدة جدا ما هو سيد إدريس. هذه الآن البعض يقول بأن هذه المشكلة أيضا في تعبير الأمن القومي المصري أو الأمن القومي الليبي، من حقهم عندما سيدة غادة، من حقهم، من حقهم أولاً، هم بيحافظوا على دولتهم، نحن دولة جارة. لكن لما تحدث عن تركيا ما تربطنيش بها علاقة لا حدود ولا كذا. طيب خليني بس نسألك في هذا الجانب، بس مثل ما ذكرنا التدخل العسكري، وحتى الريف يخليه واقع. هو نحن لا نتحدث عن واقعيتي أنا كمذيعة، أنا نقدم في هذا البرنامج أو نسأل فيك حتى لا 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 حتى أكيد أكيد، بس اللي قاعدة نقول فيه أنه هذا النوع من الأسئلة هو لحق المواطن في المعرفة. يعني المواطن اليوم يقول لك إيه وين يتم الأمن القومي أو وين يبدأ الأمن القومي عذرا المصري في هذه الحالة، مثل ما كان يتساءل أيضا أين ينتهي التدخل التركي في ليبيا عن الاتفاقية التركية. فمن حق المواطن أن يستعلم عن هذه الأمور. طيب لما يصوت اليوم البرلمان المصري عن تفويض للجيش المصري حتى يتدخل في ليبيا، ماذا يعني هذا؟ وأيضا أين يبدأ الأمن القومي المصري؟ بالتأكيد أن اليوم مجلس النواب المصري وافق على دخول قوات مصرية إلى ليبيا، زي ما وافق البرلمان التركي على دخول قوات صالحة الاتفاق. هذه أطراف صراع موجودة الآن على الأرض وموجودة على الطاولة أو اللعيب الدولي بالتحديد. هناك لعباء دوليين أساسيين في هذه اللعبة. أنا أحكي لك عن جانب المصري. تدخل تم، وتم اللقاء برئيس فتح السيسي، شفت اللقاء على الملعب الكبير بين قنوات الإعلام ومع ومشايخ القبائل ومع رئيس مجلس النواب ومع نحن لسنا البادئين في طلب الدعم. هم من أتوا بالأتراك، هم من أتوا بالقوات التركية إلى ليبيا ودعموا ووقعوا اتفاقية وتم التصويت عليها. إذا هم المحتدين أو هم زي ما نقولوا الغلطانين، إذا كان نحكوا كليبيين كانوا مدريديين هم الغلطانين. لو هم ما جابوش الأتراك خلوا على الأقل المعركة الليبية ممكن كانت توصل بنتائج أفضل من هذه، لكن هم أتوا بالدعم. أنا من حقي نجيب دعم حافظ. هم يتحدثوا عن ما بعد سرت ويتحدثوا عن الرجمة ويتحدثوا عن طبرق ويتحدثوا عن الاحترام، الحق نجيب ونقدر نجيب أنا، وجبت في النهاية لأني ندافع عن نفسي. جزئية أمتى يتم خروج هذه القوات، أنا على صعيد شخصي وأتمنى كرجل سياسي في ليبيا أن لا يحدث صدام وأن يجلس الليبيين ويصلوا إلى حل سياسي حتى تخرج هذه القوات بالكامل، سواء تركية أو مصرية أو جميع القوات الموجودة على الأرض. أنا أتمنى ذلك، أتمنى أن نرجع صوت العقل ونجلسوا على الطاولة ونحلوا كليبيين. ما فيش حد يتعنت، ما فيش حد أكبر من ليبيا. هذه وجهة نظري أنا الخاصة واللي أنا دي منتها في اتجاه. طيب نبي بس نعود لك نفس الجهة، نفس النقطة هذه، لأنه الآن مصرح بس هليني نقول لك بس تصريح زميلك أكيد سيد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، قد صرح قبل قليل أن قرار البرلمان المصري جاء تلبية للمطالب الليبية وحفظ الأمن القومي المصري. هذه الكلمة تعاد مرة أخرى، فلذلك نبي نسمع منك الآن. وأنت ذكرت حتى في البداية بأنك لست مع تدخلات الخارجية مهما كانت أكيد، ولا تفضلها في هذه الحالة. نعود لك بس الأمر مرة ثانية، عندما نقول الأمن القومي المصري ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني مصر لما تكون ليبيا في حالة فوضى فيها مشاكل زي ما كان في درنة؟ تحدث لك عن درنة مثلا، أعطيك عين أنا باش نبقى واقعي شوية. أنا أحكي لك واقعية. درنة كانت تحت المتطرفين أو تحت الإرهابيين. العملية اللي صارت جنوب واحد شغبوب اللي هي في الحدود المصرية
وتم فيها قتل مش عارف كم فرد من جماعة الأمن المصري، انطلقت الأسلحة كانت تطلع من درنا والتخطيط كان في درنا وعشماوي كان في درنا. من حقهم يقول الكلام هذا؟ من حقهم يقول لك أنا لما ليبيا تكون غير مستقرة أنا حدوديا حنتضرر، أنا الإرهاب حيدخل علي، أنا السلاح حيدخل علي، وأنت تعرف أن في ليبيا سلاح منتشر، ليبيا فيها 25 مليون قطعة سلاح منتشرة. فيقول لك أنا جربت من خلال تجربة سابقة عندي أنا تضررت من قصة أن ليبيا غير مستقرة. حاولوا أن هم مثلا حتى الكلام اللي يحكوا فيه حكى الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نرى أنا مش حنتدخل للمطلب الليبي. نحن كمحسوبين على طرف، خلينا نقول أنا محسوب على طرف اللي هو طرف الجيش وطرف الكرامة محسوب عليه الآن، التحدي المسؤول برلمان محسوب عليه. نحن ما طلبناش الدعم المصري من جول أتراك خشين ووصلين مصراته ووصلين سرته بيدخل عليه سرته وعلى الهلال النفطي بيدخل عليه بغدادي. إذا نحن حق نستنجد من هو حليفي أو من هو صديقي أو من هو يوظف هذا الزحف بالتالي. وهذا اللي صار، نحن اتفقنا أو من خلال زي ما قلت لك أنا لما نمشي للشعب المصري ولا نمشي للحكومة المصرية، التاريخ والأرث التاريخي اللي بيننا كبير. نحن يؤمن ما عندنا كتائب عسكرية جيش دخل وعبر في موضوع سيناء ودخول على إسرائيل، كانوا ليبيين في حتى شوانا عندنا فيهم مرة كتائب، واحد منهم المشير اللي يحكوا عليه أحد الناس اللي عبرت كتيبة. خليك واقعية، خليك واقعية. أنا تولحي يقول لك لا أدريش المغرب يدافع عن الطرف، لا ما ندافعش عن الطرف، أنا ما نحكيلكش والله أنا لأني أنا في الطرف هذا لا، لكن هذا الواقع يقول لك. طيب ال- 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 طيب مسألة الأمن القومي هنا أو عددية. طيب تدخل مصر تركيا مش دولة حدودية بصراحة، تدخل مصر في ليبيا تدخل مصر في ليبيا في هذه الحالة، في حال تجاوزت تركيا الخط الأحمر، وكان هذا حسب حديث اللواء شاهين عندما تحدث في البرلمان المصري اليوم، وتحدث عن أنه في حالة تجاوز تركيا الخط الأحمر سيتم تدخل. الخط الأحمر هنا هل هو سرت أو ما بعد سرت؟ لا سرت، لا سرت الجفرة، مش كل سرت الجفرة، هذا هو الخط الأحمر. وبعدين نعطيك حاجة أخرى، حتى بلا تدخل مصري إذا كان تركيا والناس اللي جايه معها بيدخلوا، هذا الآن دخلوا في حدود إقليمية لبرقة ليبيا ثلاثة أقاليم، هذا التاريخ الأرث التاريخي بتاعها ليبيا برقة فزارة طرابلس، اللي تعرف القصة هذه يعرفوا الليبي كل، حتى الدستور الليبي هو وفق الترتيبات الثلاثة ليبيا برقة فزارة طرابلس حتى الدستور 51. الآن حيقول لك لا، احنا حتى ولو ما فيش جيش مصري بالكلام الناس اللي في شرق ليبيا واللي في برقة يقول لك لا ما خليكش تدخل عليه، حنموتوا وقعدتوا ونستفيد. أنا أرى أن الحل في ليبيا يفترض أن يكون حل لصالح الليبيين ولعدم تدخل الدولي، للحفاظ على الثروات، للحفاظ على ما تبقى من نسيج اجتماعي، لكل الأمور هذين أنا أتمنى يكون حل فيها. نعم. أن الحرب الليبيين بالكامل ما عندهم شيء مصلحة. نعم، خليك معنا سيد إدريس. حتى ولو هم فازوا أو لا نفذنا، نكون صريح معك ما عندنا شيء مصلحة. لأن في النهاية شلال من الدم، شلال من النزيف، استنزاف ثروات، دخول مستعمر، دخول أجانب، دخول غرباء على الليبيين، في النهاية أنا نتفاوض مع ليبيا ما نتفاوضش مع تركيا ولا مع أي شيء آخر. نعم، خليك معنا سيد إدريس، هنمشي بس فاصل بس ونعود لاستكمال كل هذه المحاور مع ضيوفنا، خليكم معنا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذا المساء، نعود إلى ضيفنا السيد سعد بن شراد عضو مجلس الأعلى للدولة. سيد سعد أهلا بك من جديد في هذا المساء. أمر آخر سيد سعد، وكنا نتناقش في هذا الأمر مع ضيفنا ومع حضرتك أيضا، عن هل الوقت مازال يسمح بالدفع بالعملية السياسية وسط التحشيدات العسكرية الموجودة الآن؟ طيب لنرجع للسيد سعد بن شرادة، مثل ما ذكرنا مشاهدينا حديث سيد سعد وكذلك حديث سيد إدريس الآن عن ما يرغبه أكيد ومطالب الشعب الليبي، وأغلب الشعب الليبي ما يطالبه اليوم بالعودة للسلام والعملية السياسية بشكل عام، لكن هل ما زال الوقت يسمح اليوم بالعودة للحوار والعودة إلى طاولة الحوار والعملية السياسية بشكل عام، إذا كان ما رأيناه اليوم من تفويض من قبل البرلمان المصري للجيش المصري ليتدخل عسكرياً في ليبيا، وكذلك من جهة أخرى ما نراقبه ونراه من تصريحات تركية حول ليبيا وحول تدخل العسكري في ليبيا والنية عدم التراجع
في المسألة الليبية. نرجع للسيد سعد بذات التساؤل اللي عنا اليوم، هل الوقت ما زال يسمح في أو بالعودة عذرا للعملية السياسية والدفع بها إلى الأمام اليوم؟ لا، ما زال يسمح في حالة أن يخرج الليبيين على الأقل بخطوط عريضة للحل في ليبيا ويطرحوه على العالم. ولكن إذا كان احنا قعدنا يعني متمترسين خلف الحلفاء فهذا لا يمكن، لأن حسابات الحلفاء غير حسابات الليبيين. الليبيين تحكي على الأطراف الليبية نفسها، يعني حسابات الأطراف الليبية ما زال التعنت هو سيد الموقف لديها. هو إذا كان هو بتستمر في التعنت فأنت حتخرج تلقى روحك يعني خارج اللعبة الآن. لكن إذا كان أنت الأطراف الليبية إن قبلت بالجلوس، فربما يعني ننهي أشياء كثيرة، مثلا على الأقل حتى التدخلات الخارجية. يعني لابد أن نحن نعطي رسائل، ولكن الرسائل تعطي أن بالأطراف الزوز، يعني إنهم مستعدين للجلوس ومستعدين لوقف إطلاق النار ومستعدين لقرارات مخرجات الأمم المتحدة وآخرها والمؤتمرات الدولية وآخرها برلين. هنا لو يحدث هذا من الأطراف الزوز أنت هنا قطعت طريق، يعني على الأقل ما يحاك لك. يعني غير ذلك إذا لم تقبل بوقف إطلاق النار أو لم تقبل بالجلوس فأنت عبارة حتكون الحسابات للأطراف الأخرى الدولية، يعني حسابات زي ما استفنا في نقاشنا السابق بين مصر وتركيا وفرنسا وروسيا من جانب وأمريكا من جانب. ولكن إذا كانك أنت أبديت رأيك وأعلنت للعالم أنك مستعد للجلوس وأعلنت للعالم أنك تبي وقف إطلاق النار، فالعالم لا خيار له إلا تطبيق هذا، يعني ويساعدك وأيضا ويساعدك في هذا يعني. نعم. ولكن إذا أنت لم تطلع وقاعد يعني في خطابات سواء كان في الإعلام يشوف فيك أنت ضد هذا وضد هذا، فلا أعتقد يعني هذا ينطبق على الطرفين في هذه الحالة. طيب في جهة أخرى، كان في اجتماع ثلاثي أيضا جمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ومع وزير الداخلية باشاغا وكذلك الوزير المالطي أيضا المالطي بايرون كاميليري بالعاصمة التركية أنقرة. هذا الاجتماع كان عن قطع أو عن ضرورة قطع المساعدات عن المشير خليفة حفتر. ما قراءتك لهذا الاجتماع وأهميته بالنظر إلى ما يحصل الآن على الساحة سواء على الأرض أو سياسيا كذلك؟ هذا الاجتماع أعتقد أن يعني له اتجاهين. الاتجاه الأول طبعا في التنسيق حول المستقبل لحكومة الوفاق وحليفها الدولة التركية. والاتجاه الثاني هو يعني دخول مالطا بصفتها في الاتحاد الأوروبي على خط تركيا. ويروا الأتراك أن في حالة أن يكون مالطا معهم فتعتبر يعني اليونان ما بين مالطا وتركيا، وربما يدخلوا في اتفاقيات أيضا اتفاقيات بحرية، ويكون يعني هذا من جانب يعني بالنسبة لمالطا يعني في حضور مالطا. ولكن الاجتماع ما بين وزير الداخلية في حكومة الوفاق وتركيا هذه الاجتماعات يعني دورية واجتماعات لتدارس الوضع في ليبيا يعني. نعم. طيب تصريحات الرئاسة التركية أيضا إذا نظرنا إليها، أعلنت أن أردوغان توافق مع ترامب أيضا، وأنت تحدثت عن هذا الجانب كذلك بشكل أوثق أيضا، وتحدثوا كذلك أن تركيا لن تدخل في مواجهة مع مصر. هل يتغير هذا مع التفويض المصري أو بعد التفويض المصري؟ ألم تحسب تركيا حساب هذه الخطوة المصرية؟
هو ريتي راهو الان مشكلتنا احنا في ليبيا باش حتى نكونوا يعني خلينا من المشكله اللي بيننا يعني، ولكن مشكله العالم اللي ينظر لهذه البقعه الجغرافيه راهي مشكلتنا في الروس. دوله روسيا ما دام تواجد روسي على التراب الليبي لن تهنى ليبيا. ضروري الو نعم في الاستماع سيد سعد سيد سعد. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد سعد، إلى أن نتصل به من جديد ويكون معنا أيضا باقي الضيوف في هذه الحلقة. تحدثنا بعض الشيء على مسألة الاجتماع التركي والمالطي والليبي كذلك أيضا في هذا السياق، في ذات السياق، في سياق التحشيدات العسكرية التي نلاحظها ونراقبها الآن ويراقبها كذلك المجتمع الدولي. أستاذ سعد أشار أيضا إلى نقطة أخرى وهي التدخل أو الضوء الأمريكي الذي يعطى إلى سوى تركيا أو مصر في هذه الحالة، وأيضا التدخل الروسي في الأمر، والبعض يرى بأنها حتى يعني روسيا وكأنها تزج، وهذا أمر آخر، تزج بمصر في حرب على الأرض مثل ما نرى. عموما هنرجع للسيد سعد وأيضا باقي ضيوفنا بعد شوية، وهنقرأ معهم تصريحات كذلك الرئاسة التركية والرئاسة المصرية حول مسألة سرت وتوقع صدام بين الطرفين أو الدوليين. عذرا رجع معنا السيد سعد. سيد سعد أنت في الاستماع نعم. الآن نعم. طيب نعم. كنا نتحدث مثل ما أشرنا عن تصريحات الرئاسة التركية، وذكرت نقطة التدخل الروسي ومدى خطورته في هذه الحالة، ما قصدك بذلك؟ هو اللي ما يرابك المشهد الآن في ليبيا هو الروس. بالنسبة لمصر أو تركيا أو حتى فرنسا يعني الكل هذا يعني الدائرة الكبرى لهم أمريكا، يعني بتغريدة من الخارجية الأمريكية تخرج مصر وتخرج تركيا ويخرج فرنسا، ولكن الخطير أن روسيا وأمريكا لن تسمح بوجود روسي في ليبيا، وهذا يعتبر خط الأحمر، ليس كخط أحمر السيسي أو أردوغان يعني هذا خط أحمر أمريكي، إن لا يمكن أن يكون لروس تواجد في, 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 في ليبيا. نعم. لا يمكن الروس تواجد على بعد 500 كيلو عن لامبيدوزا، ولا يمكن. هذا أيضا يتوافق معه الاتحاد الأوروبي. أنت حتى المشاكل اللي حصلت ما بين يعني أو على الأقل المناكفات ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وعلى رأسها اللي من زعمتها فرنسا، ولكن الأتراك ولكن الاتحاد الأوروبي ما كانش يعني مندفع مع فرنسا ضد تركيا، لأنه يرى الآن أن الأتراك ربما يكون هو رأس حربة ضد الروس في إخراجهم من ليبيا. طيب. وهذا هو يعني الآن يعتبروا يعني حققوا هدف، وهذه هي رسالة واضحة من أمريكا للاتحاد الأوروبي، يعني تقول كالآتي، يعني لا تتحركوا وأتركوا تركيا تفعل. نعم. فهذه هي رسالة أمريكا للأوروبيين. يعني والآن إذا كان نجحوا الاتراك بإخراج الروس سواء كان عن طريق التفاوض أو عن طريق الحرب، ربما إذا كان دخلت في الحرب يعني ربما تكون يعني ممكن إدلب سوريا. نعم. يعني هنا أو ما تقصده ممكن، ودعني أستوضح منك هذه الجزئية، مسألة بأنه أمريكا تدفع بتركيا في هذا الأمر. طيب هل روسيا تحاول الزج بمصر كما ذكرنا قبل قليل وكما يرى أيضا البعض في هذه الحالة؟ لا أريتي روسيا مصلحتها أنها توصل في اتفاق مع تركيا في ليبيا كما وصلت اتفاق في 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 في, في سوريا، لكن إدخال ليبيا في حرب
يعني ولو تصادم الأتراك مع المصريين حيكون روسيا لها إزعاج كبير يعني. حتكون يعني أين تكون روسيا؟ فحتكون يعني تبدأ غير مستقرة. ولكن هي أتمنى روسيا أنها تصير اتفاق مع تركيا سواء كان حتى بتبادل ملفات في 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 سوريا وتواجد يكون روسي هنا، حتكون روسيا أفضل. لكن في حالة أن ولت ليبيا ساحة حرب ما بين مصر وتركيا، لا أعتقد أن روسيا حتكون يعني مستقرة في هذه البقعة. وهذا ربما أن ما يتجه ليه الغرب وخاصة المتمثل في أمريكا هو أن يكون تصادم مصر وتركيا هو يعني له فائدتين. الفائدة الأولى هو تحطيم أكبر جيوش في المنطقة الشرق الأوسط اللي متمثلة في 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 تركيا وفي مصر، والفائدة الثانية أن هذه البقعة سوف تكون حرب ولا تكون يعني زي ما نقول ولا الروس يهنوا بها، يعني ما يقدروش حتى الروس يستقروا فيها، فتعتبر منطقة حرب. وبعدين الروس لا يقدروا في هذه الحالة لا يقدروش حنا يستقروا في ليبيا سواء كان بإنشاء قواعد أو بإنشاء خليك معنا سيد هنا سعد. يعتبر الأمريكان أنهم ضربوا عصفورين في حجرة واحدة. واضح. خليك معنا بس سيد سعد، هنمشي بس للسيد فيصل أبو الرايقة المحلل السياسي. أهلا بك في هذا المساء سيد فيصل. أهلا وسهلا أستاذة رغدة. نعم سيد فيصل، نتحدث اليوم عن أمور عدة، ممكن أهمها وأبرزها هو التحشيد العسكري حول مدينة سرت، وأهمها وأجدها كذلك التفويض المصري للجيش المصري بالتدخل العسكري في ليبيا. هل نحن أمام صدام ربما مع أو بين مصر وتركيا على الأرض الليبية وحول سرت؟ مساء الخير أستاذ رغدة، الشكر لك وللسادة ضيوف وكذلك المتابعين. في تصوري بأن الإجراءات المتخذة اليوم من قبل البرلمان المصري من حيث توفير الغطاء القانوني والدستوري للقوات المسلحة المصرية لرفعها للرئيس السيسي بحكم الوظيفة لرئيس مجلس الدفاع الوطني، الإجراءات البيروقراطية توفير الصيغ القانونية الممنوحة لها بحيث تكون هذه الورقة جاهزة للاستخدام متى دعت الضرورة. دعيني أذكر أستاذ رغدة في 21 يونيو الماضي الرئيس السيسي تحدث عن عدة شرعيات توفرت للتدخل، من ضمنها الشرعية الدولية ومن ضمنها شرعية الوجود المصري التي تعتبر ليبيا كامتداد للأمن القومي المصري وأيضا كامتداد للمجال الحيوي. الأتراك من جهة أخرى تحصلوا على هذه الورقة، ولكن الأتراك مضوا في هذا المشروع بأن مضوا في اتجاهين اقتصادي وأمني، وتدخلوا الأتراك بشكل فيزيكلي موجودين على الأرض. الأتراك حاليا في عملية التجهيز لهذه القوى التي تحدثت عنها صحيفة ييني الشفق الفجر الجريدة التركية وهي المقربة جدا من الرئيس أردوغان، تحدثت عن وجود طائرات F-16 تم وصولها إلى قاعدة الوطية، أيضا تجهيزها بمنظومات دفاع جوي سوفيتية الصنع تم اشترائها من أوكرانيا وهي مطورة. إذا عملية تحضير مسرح العمليات أو تأثيث مسرح العمليات هو واقعيا جاهز، ولكن يبقى الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. دعيني أذكر بأن المكالمات الرئيس ترامب اليوم بالرئيس السيسي وأيضا بالرئيس ماكرون، الذي تعتبر هناك توافق ما بين الرئيس ماكرون والرئيس السيسي بضرورة خفض التصعيد. الرئيس ترامب وهو الذي أعطى الضوء الأخضر للحليف التركي لتركيا، هل أعطاه لمصر؟ دعيني أكمل الفكرة أستاذة رغدة. أعطاه بضرورة التواجد في ليبيا، عندما وردت تقارير استخباراتية ترقى إلى حد الدقة بأن وجود منظمة واغنر في الدولة الليبية، وبالتالي هذا الأمر أزعج مستويات عليا متعلقة بالبنتاغون ومتعلقة بالأفريكوم. ومن هنا الأمريكان جعلوا من الأتراك لمحاولة تقليم أظافر الروس وأخراجهم من شمال أفريقيا. أعتقد بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتصادم ما بين هذين الحليفين، مصر
التي يتلقى القوات المسلحة المصرية حوالي 1,300,000,000، ولا تسمح للأتراك بحكم بأنهم القوة الثانية في الناتو بأن تكون عرضة لعملية التدمير. بعد يقين، هنا نتحدث كمعلومات، بعد يقين الولايات المتحدة بأن أوروبا تقف عاجزة تماما عن إعادة الاستقرار، وبالتالي الأتراك يعتبر كحليف وليس كمقاوم بالباطن من يحاول يصوغ. إذن رفع مستوى التصعيد الذي حصل في ليبيا من حيث الورقة الدستورية والبيروقراطية، من حيث أيضا وجود الرئيس السيسي ويحاول أن يستند إلى ما يعرف بالشرعية الشعبية من خلال من يحاول أن يقدم برقة بأنها هي عبارة عن قبائل فقط ولا توجد بها نخب وطنية ولا توجد بها جامعات. أيضا هذا يحاول أن يهتك زريب. خلينا بنرجع معك لنقطة هذه، لنقطة شرعية القبائل أو الشرعية الشعبية في المنطقة الشرقية كما ذكرت، أو من يحاول أن يصدر هذه الواجهة عن المنطقة الشرقية. هنرجع لك لهذه النقطة، بس قبلها يعني اليوم أيضا شهد هذا اليوم أو الحديث كان عن مكالمة السيسي وترامب، أيضا هل أعطي الضوء الأخضر الأمريكي أيضا للتفويض من قبل البرلمان المصري للجيش المصري؟ لو حبينا نؤسس كقاعدة للانطلاق الصحيح، اجتمع أحد قادة الجيش المصري في البرلمان المصري بالأمس، واجتمع بلجنة الدفاع والأمن القومي التي مناط بها حماية الأمن القومي، وبالتالي تم شرح أبعاد المهددات التي وصفت من المنطقة الغربية وتم التصويت عليها. ولكن هذا الأمر مرتبط أيضا بتوفير الموارد المالية للقوات المسلحة المصرية. إذن الأمر يرتب من حسب مجلس الدفاع الوطني في مصر، يضع في أولوياته الجبهة الغربية، ثم يضع في المرتبة الثانية سد النهضة، ثم يضع في المرتبة الثالثة أيضا سيناء. رأينا الدبلوماسية المصرية اليوم وصلت إلى رام الله. إذن هناك ترتيب للأولويات، منها ما يتحملش يوم أو يومين، منها من ينتظر إلى أسبوعين أو ثلاثة للتفاوض مثل سد النهضة، منها أيضا من تتحرك في الملف سيناء وملف الحالة الفلسطينية. دعيني أؤكد على نقطة أخرى حساسة جدا أستاذة رغدة، وهنا أعطيك بعض المعلومات، بأن اليوم حصل اجتماع بلجنة 5+5، وتم افتتاح هذا الاجتماع من خلال السيدة ستيفاني، المسار العسكري، وافتتحت اليوم السيدة ستيفاني ويليامز التي كانت تعاني من بعض وحكة البرد التي تحصلت عليها نتيجة الجولات الماراثونية التي كانت تأخرها أمس بالرئيس تبون في الجزائر، وبالتالي اليوم افتتحت هذه الجلسة من خلال غرف الفيديو، واستمر النقاش. ما يعنيني هو ما حصل في هذا النقاش ما بين 5+5. النقاش اليوم انتهى قرابة حوالي الساعة 6 ما بين قيادة القوات المسلحة بالجيش الوطني وأيضا القوى العسكرية التي تمثل الأتراك وتحالف الوفاق. النقاش خلص إلى أن متطلبات هذه القوى الموجودة في الغرب الليبي بأن بضرورة أن نجعل سرت كمنطقة عازلة، هذا هو كان الطلب اليوم لوقف إطلاق النار. لكن الرد كان واضح من قبل لجنة 5+5 من القوات المسلحة بأن نحن لن نتحرك من مدينة سرت، والمنطقة العازلة إذا كنتم تريدون أو ترغبون في إنشائها فليس لدينا مانع، ولكن بشرط أن تكون غرب سرت، تحدد المسافات وأن تكون غرب سرت. هذا كان شرط النقاش، وأن نحن لن نتحرك ولن نتزحزح من داخل مدينة سرت امتدادا إلى الجفرة، وأن هذا سوف يكون عبارة عن خط فاصل لعملية الاقتحام، ونحن لن نتقدم خطوة، والمنطقة العازلة أو ما يعرف بالبفر زون نحن متفقين معكم عليها، وأن تكون هذه غرب سرت يتم تحديدها بال 40 كيلو 50. هل الطرفان متفقان هنا على هذه المسافات أو هذه الحدود أو في المنطقة العازلة؟ طبعا القوات المسلحة هنا نقلت هذه الرسالة، من المؤكد أن يتم نقلها للمشرف قائد القوات المسلحة. أيضا الطرف الآخر سوف يعود بها إلى حلفائه، هو الآن ليس حر أو مطلق اليد بالكامل، هو هناك الحلفاء الأتراك، وهناك الجنرال جهاد متين وهو المسؤول عن القوات التركية في ليبيا، وبالتالي عملية نقل هذه المطالب من خلال غرف العمليات الموجودة في الغرب الليبي أو ما يعرف بالسنترال أو في جرافيتي الموجودة في
الغرب في الليبي لطرح هذه الأفكار ومن ممكن التواصل. أتصور بأن الأتراك حاليا نتيجة لوجود التفويض للقيادة السياسية في جمهورية مصر، أيضا هناك تحرك تزامن بتحرك شارل ديغول وهي البارجة أو الحاملة الفرنسية واقترابها من سرت. هناك عدة مشتركات في السياسة الخارجية للدولة الفرنسية تتفق تماما مع السياسة الخارجية للدولة المصرية، تتفق مع مصر في من حيث الخلفيات، وبالتالي منطلقات الأمن القومي، منطلقات مكافحة الإرهاب تعد شركاء فيها ما بين الفرنسيين وبين المصريين. في تصوري بأن التصعيد الذي حصل إلى حافة الهاوية نجح فيه الرئيس السيسي ولو بعملية التمرحل من خلال إطلاق التصريحات، الدفع بزيارات المنطقة العسكرية الغربية ووجود كافة القطاعات. أيضا هذا تزامن مع اجتماعات القيادة العامة للقوات المسلحة الأسبوع الماضي مع قادة الأفرع، أمراء الأركان، أمراء غرف العمليات. أيضا لاحظنا عملية التخريج، إيجاد زخم وبيئة حافة الهاوية. ولكن في تصوري بأن مكالمة رئيس ترامب في نظري وفي قراءة مبدئية بأنها سوف كما يكون بسب أو الماء على النار، وبالتالي عملية خفض التصعيد. هناك أيضا معلومة أخرى، وهو في تصوري بأن السيدة ستيفاني اليوم بعد افتتاح هذا الاجتماع انطلقت لمسار آخر، وهو التجهيز إلى السلة السياسية لاستئناف عمل حوار جنيف. إذن مسارات عدة يعني تتحرك فيها، نرى بأنها ماضية في طريق هذه المسارات. بس خليك معايا سيد فيصل، سنعود ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا مشاهدين. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا المساء، نناقش معكم الليلة التحشيد العسكري حول مدينة سرت، وكذلك التحركات المصرية أو القرار المصري والتفويض المصري الأخير، وتصريحات تركيا والمصرية المتقابلة، وتداخل كذلك الأطراف الليبية، والدفع بالعملية السياسية كما نرى وكما رأينا حتى تصريحات ضيوفنا في هذه الحلقة، وما تحدث به السيد فيصل قبل شوية عن مضي المسارات برعاية الأمم المتحدة في طريقها، المسار العسكري 5+5 وغيرها من المسارات، أيضا في وسط ما نتحدث عنه من تحشيدات عسكرية من الطرفين، من طرف الوفاق طرف القيادة العامة وكذلك الأطراف الدولية على الساحة. اليوم نعود إلى ضيوفنا ونرحب معنا في هذه الحلقة أيضا بالسيد بالقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة. أهلا بك في هذا المساء سيد زيد قزيط. أهلا وسهلا، مساء الخير جميعا. نعم سيد قزيط، كيف يمكن الآن في ظل هذه التحشيدات العسكرية والتصعيد العسكري إن صح التعبير إيجاد طرف ثالث يكون طرف محايد في كل هذه العملية ويدفع بالسلام نحو الأمام برأيك؟ هو 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 الحقيقة الدول الخارجية دون استثناء لا أستثني أحدا هي لا تبحث عن صالح الليبيين. كل هذه الدول وكل هذه العواصم التي يتجارى لها الليبيون شرقا وغربا وشمالا هي تبحث في المقام الأول عن مصالحها، وللأسف لا توجد قوة حقيقية ليبيا تستعيد القرار الوطني. والآن يعني كل يوم المسألة الليبية هي تزداد أو تخرج أوراق مزيدا من الأوراق في الخارج. الحقيقة الآن التصعيد الموجود يعني في المنطقة الوسطى من الواضح أن شرطي العالم الجميع يتصل به. ترامب نتحدث الآن. نعم السيد أردوغان اتصل بترامب، السيد السيسي اتصل بترامب، السيد ميكرون اتصل بترامب، وطبعا ترامب في تقديري هو يبحث عن مصلحة الولايات المتحدة وحيقول كلام مشابه للجميع. لكن في النهاية كيف تترجم رأي الولايات المتحدة من خلال المؤسسات المستقرة؟ لأن بصراحة الرئيس هذا رئيس نزعات، يعني كما قال عليه فرانسيس فوكويوما رئيس نزعات، يعني ما هو رأي الخارجية الأمريكية في عمقه وما هو رأي CIA والبنتاغون. هذا المحدد الرئيسي، لأن في تقدير الرئيس ترامب قبل أسبوعين دعم تركيا لتحقيق السلام على أرضية تهديدات تركية
بدعم الوفاق للسيطرة على كل الأراضي الليبية. هو نفسه الذي دعم الهجوم على طرابلس، هذا هو الرئيس نفسه. ولذلك أعتقد الرأي المستقر والحقيقي هو لدى المؤسسات السيادية الكبرى الخارجية والدفاع والمخابرات ومستشارية الأمن القومي في أمريكا. ولهذا الموضوع هو أكبر بكثير، حتى هو أكبر من الليبيين، بل هو أكبر الحقيقة حتى من مصر. طيب، على خلفية أنت ذكرت سيد بلقاسم التعامل أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية مع الملف الليبي، مثل ما ذكرت مسألة الخارجية الأمريكية في جهة والرئيس أو الرئاسة الأمريكية في جهة أخرى، والآن حتى وزارة الدفاع الأمريكية كذلك أو تقرير البنتاغون الأخير حول المرتزقة السوريين وحول أيضا مرتزقة فاغنر وتواجدهم في ليبيا. هل تقرير البنتاغون الآن يغير شيء على الأرض؟ هو في تقديري الآن الرئيس ترامب ترك كل الملفات الخارجية للخارجية والدفاع. الرئيس الآن مشغول في معركة داخلية طاحنة يفصلها عليه أقل من 4 أشهر على الانتخابات، الانتخابات الرئاسية. ولهذا الآن من يدير الملف هي بالأساس الخارجية الأمريكية. المحدد الرئيسي بالنسبة للأمريكان، أنا في تقديري الأمريكان ما عندهمش مانع من أن قوات الوفاق المدعومة من حليف الأمريكان التركي أن تسيطر على كل ليبيا. وأيضا ما عندهمش مانع بالنسبة للأمريكان في تقديري في عمق السياسة الأمريكية، ما عندهمش مانع أن قوات القيادة العامة المدعومة من الحليف المصري تسيطر على كل ليبيا، لأن في النهاية تركيا ومصر هم حلفاء الولايات المتحدة ولا يستطيعون بتاتا تجاوز الخطوط الحمراء. وروسيا؟ لا، روسيا هذا موضوع خطير بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة ستصب كل ثقلها السياسي والدبلوماسي والمخابراتي وربما في وقت لاحق حتى العسكري لإخراج الروس. أنا على يعني واثق تماما أن المؤسسات السيادية الأمريكية البنتاغون خاصة لن تسمح ببقاء الروس في ليبيا على الإطلاق. هذا مفروغ منه، لأن هذا هو مضاد وجود روسيا في جنوب المتوسط، هذا مضاد تماما للسياسة الأمريكية من سنة 45 إلى اليوم. ولهذا لن يسمح يعني لأجل خاطر خليفة حفتر ولا عقيلة صالح ولا لأجل مصر ولا الإمارات أن تخرق الاستراتيجية الأمريكية التي صرفت عليها أكثر من 10 تريليون دولار. هذا يعني المسألة في ليبيا حول تحييد روسيا من الملف الليبي بشكل عام. طيب، معركة سرت الآن، والكل يتحدث عن معركة سرت، والكل يتحدث حتى عن مسألة أو التخوف من تصادم ما بين تركيا ومصر في سرت، بس من وجهة نظرك وقراءتك سيد بلقاسم، هل هتكون معركة سرت ربما أو مدينة سرت هي الخط الفاصل الآن بين الأطراف الليبية المتنازعة؟ أنا أعتقد أن اللي ممكن يكون خط فاصل هي المواني النفطية، لكن من يرسم الخطوط الحمراء في ليبيا، مع احترامي لكل القوى الإقليمية، من يرسم الخطوط الحمراء هي الولايات المتحدة. إذا الولايات المتحدة دعمت تركيا في الذهاب أبعد من سرت وأبعد من المواني النفطية، لن يكون هناك أي معنى للخطوط الحمراء المصرية أو غيرها. يا تركيا ولا مصرية؟ نعم، يعني إذا لا تركيا ولا مصرية، نعم، أعتقد المحدد الرئيسي هو موقف الولايات المتحدة. إذا الولايات المتحدة اعتبرت تجاوز سرت أمر غير مقبول، أعتقد أن تركيا ومصر يفهموا قوة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة دولة قوية للغاية، ومن يستطيع تقدير قوتها الحقيقية هي الدول الوازنة مثل تركيا ومصر. ولهذا إذا أحد تجاوز الخطوط الحمراء في ليبيا، تركيا أو مصر، ستكون ليبيا هي ورطة مكتملة الأركان بالنسبة لي. وهذه الدول تعرف قدراتها تماما، وبالتالي هي لن تتجاوز الخطوط الحمراء التي ترسمها الولايات المتحدة. طيب، خليك معنا سيد بلقاسم، هنرجع لسيد الرايقة أيضا. سيد الرايقة، هل توافق أن من يرسم الخطوط الحمراء ليست تركيا أو مصر أو أي طرف دولي آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية؟
بالتأكيد أن الولايات المتحدة طبعا بإضافة على ما أضافه السيد بلقاسم مقزيط بأن السيد رئيس الولايات المتحدة السيد ترامب هو رئيس وقائد من خارج المؤسسة الحكم، وبالتالي هو رجل يميل إلى النزاعات، ولكن تبقى المؤسسات الراسخة الواهية المتمثلة في البنتاغون والسي اي اي والخارجية هي المؤسسات الوازنة التي ترسم حقيقة محددات علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. رسم الخطوط الحمراء يفهمها تماما الرئيس السيسي وأيضا الرئيس أردوغان من خلال تواصل هذه الدول الوازنة في الإقليم مع الولايات المتحدة، ومن الصعب جدا أن يتم تجاوز هذه الخطوط. الرئيس ترامب في نظري بعد المشاهدة والاستماع مؤكد من خلال ما حصل في جمهورية مصر العربية اليوم من هذا القرار، الحديث يظل هو حديث سري، ولكن محاولة القراءة أو فهم البيانات ما بين الأسطر بأن وقف إطلاق النار هو أمر واضح، وبالتالي عملية تجاوز هذه هو الخطوط التي رسمت هي خطوط حمراء. أيضا عملية قوى الوفاق والمدعومة من الأتراك التي كانت في شهر 6 الماضي من محاولة التقدم إلى السرد ثم التوقف وإعادة تنظيم الصفوف، كان بالإمكان تحقيق شيء، ولكن الحديث يجري عن هذه المنطقة وقف إطلاق النار والعودة إلى مسار سياسي. لا أتصور بأن هناك لغتين للولايات المتحدة للتحدث بها فوق الطاولة وتحت الطاولة، الأمر أعتقد بأنه محسوم بحكم بأن مصر تمثل مركز ثقل بحكم وجودها وقربها في من إسرائيل، أيضا إعادة عدد الاستقرار إلى مصر يشكل إشكالية. الأفريكوم شاهدناها من الأسبوع الماضي في لقائهم مع قيادات الجيش المصري وهم كانوا ممتنين من خلال هذه العبارات للتقدم في القوات المسلحة المصرية، لعملية التطوير، لعملية التدريب، لعملية التأهيل. إذن لن يسمح بعملية الاشتباك حتى وإن حصل عملية التحشيد و الدفع برافعات الحرب ودق هذه المزامير إلى الحد الأقصى. في تصوري بأن الأمر لن يتجاوز ما رسم، حتى الحوار الذي اليوم تم الحديث عنه من خلال 5+5، الحديث الآن عن بفر زون وعن وقف إطلاق النار والعودة إلى مسار منطقة عازلة، ولكن هو ما يؤلمني هو الآن هو ليبيا أصبحت منطقة نفوذ للدول الإقليمية النافذة في الإقليم، وبالتالي عملية سحب سيادتها، بسط سيطرتها على قرارها السياسي والسيادي هو أصبح للأسف مرتهن للخارج. هذه الأمور كلها جاءت متزامنة حتى مع عملية التفتيش في مصرف ليبيا المركزي وعن مؤسسة الوطنية للنفط، التوقيع مع الشركة ديولت عن ما حصل في مصرف ليبيا المركزي الموجود في الشرق وفي الغرب. إذن عدة أوراق يتم حشدها والدفع بها وتسريبها ورقة تلو الورقة لعملية الإيقاف ثم الاحتكام إلى إعادة تشكيل مجلس رئاسي حتى وإن كان هجين وضعيف، ولكن قد يمكن الاتكاء عليه حتى وإن كان أعرج لفترة زمنية معينة، وبعدها ممكن الولوج إلى عملية تأسيس دستور أو عملية انتخابية. في تصوري بأن هذا الأمر سوف يأخذ البعض من الوقت نعم، خليك معنا سيد فيصل. نذهب للسيد سعد بن شرادة معنا أيضا، نرجع له أكيد في طرابلس. سيد سعد أهلا بك من جديد. إذا قلنا بأنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما يشير الجميع أنها هي شرط العالم وأنها هي من تضع الخطوط الحمراء في الوضع الليبي، مش تركيا ولا مصر ولا غيرها من الأطراف الدولية أو الأطراف الليبية في هذه الحالة، المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن يوم الأربعاء السابق ذكرت أو رفضت التدخلات الخارجية في ليبيا، استنكرت الوجود المرتزقة كذلك في ليبيا أيضا، وذكرت تصريحها كان بأنه التطورات الأخيرة العسكرية في محيط سرت تثير القلق. أيضا عندنا تقرير البنتاغون والذي يوضح وجود مرتزقة سوريين وعدد كبير منهم في ليبيا وكذلك مرتزقة الفاغنر. هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي تطور عسكري في سرت؟
نعم بالتأكيد. أولا اسمحي لي يعني أن نرحب بالسيد إدريس لأن خذانا الحديث ولم نسلموا عليه يعني، وهو طبعا من نحن وياه، وأيضا السيد بقاسم والسيد بوراقة يعني خاصة المنطقة الوسطى، لأن نحن يعني من هذه المناطق. نعم. وهذه المنطقة أيضا مهددة يعني. الحقيقة الآن الأمريكان يعني يطبخ عندهم شيء، وخاصة وصرح بها أيضا حتى السفير الأمريكي لدى ليبيا، وأعطى مقترح إن بتكون هناك يعني منطقة منزوعة السلاح. أه. وهذه المنطقة سوف تكون من سرت إلى جدابية، وهذه يجب على الليبيين الآن، وهذه نقولها من ونقولها من منبرك منهم، إن نحن اللي بيجيبولنا لها يجب إن نحن نجوها وحدنا. ويعني الآن يجب تكون هذه المنطقة خالية، هذه المنطقة تكون منزوعة السلاح، لأن هذه المنطقة يوجد بها ثروات ليبيا، ولا سمح الله إذا كانت حرب فيها سوف تدمر وهذه المنشآت، وليس من السهل أن هذه المنشآت ترجع في وقت قريب وتكون الفاتورة كبيرة ناهيك عن الـ 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 الأرواح الأرواح. أيضا اتجاه الأمريكي هذا يعني هي إزاحة الروس، أنت كما تعلمين يعني لـ 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 في السابق كان الروس الآن كانوا يقاتلون على 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 تخوم طرابلس، وكانت الواينرز والمنظومات الروسية كانت في الوطية وغيرها. نعم. وتم طردهم من الغرب الليبي، والآن تمركزوا في القرضبية والجفرة. الآن بهذا الاتفاق وفي هذه المنطقة أن تكون المنطقة الوسطى منزوعة السلاح، سوف تكون إزاحة الروس أيضا من 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 قرضبية إلى ما بعد جدابية. وهنا يعني أنت تحكي الآن على مساحة كبيرة في ليبيا الروس ليس نفوذ لهم فيها، يعني ليس لهم نفوذ. يبدأ انحصار الروس هو 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 الهدف من الروس. وراه لا هدف منه لا مصر ولا غيره، ولا هو إزاحة الروس الآن ما بعد جدابية. وهنا يعتبر المساحة اللي هي ما بين جدابية وطبرق، هذا هي المساحة اللي في الروس. هنا بعدين إدخال المصريين في هذه المنطقة ومنطقة نفوذ مصريين وغيرها والسماح الأمريكان للمصريين سوف يكونوا شريكين في الروس في هذه المنطقة، وهنا يربك أيضا الروس في هذه المنطقة. فهذا هو ما يريده الأمريكان، وهذا ما سوف يحدث، اللي هو هذا سوف ما يحدث أن المنطقة الوسطى سوف تكون يعني من سرت إلى جدابية سوف تكون منطقة منزوع السلاح، ولن يحدث فيها أي حروب. طيب خليك وتمنى معنا ذلك يعني. نعم. رغم أن لا نريده ولكن نتمنى ذلك. نعم خليك معنا سيد سعد، هنطلع بس فاصل مشاهدينا ونعود لاستكمال هذه الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أعود معكم للسيد فيصل بوراقة المحلل السياسي. سيد فيصل أهلا بك مرة ثانية. قبل تحدثت معنا عن مسألة الشرعية هنا، شرعية التدخل العسكري في ليبيا والتي مستندة على القبائل مثل ما رأينا، وعلى مطالب الشعب الليبي حسب ما أشار إليه المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب. ما هي هذه الشرعية حسب وجهة نظرك وقراءتك حتى سيد فيصل؟ نعم أستاذ رغدة، في تصور بأن كافة الأجسام بعد انتهاء المدد الزمنية سقطت شرعيتها بالكامل، سواء كانت في الغرب الليبي أو في الشرق الليبي، حتى بحكم اتفاق الصخيرات التي امتدت إليه الشرعيات كافة. ومن هنا العودة إلى من يمنح الشرعية ومن يمنح المانديت، وهو الشعب من خلال عمليات منح هذه الشرعية أو منح هذا التفويض، حتى وإن كان هذا التفويض وهذه الشرعية تمنح من خلال صناديق الاقتراع. لكن طبعا نحن نعلم بأن الظروف غير مستقرة، وبالتالي عملية التحرك القبائل في هذا التكتلات وهذا التجمهر والتفاف حول القوات المسلحة بحكم عانت منطقة برقة بالكامل في 2012 إلى 2014
من موضوع طبعا خطير جدا، وهو عمليات الاغتيالات وعمليات التصفية التي طالت الليبيين بأعداد ضخمة. ومن هنا القبائل ترى في القوات المسلحة من خلال تواجد أبنائها داخل هذه المؤسسة لا تريد أن تفرط في هذا المنجز، وبالتالي هي متمسكة به وأن تبحث عن حليف وداعم لها. طبعا بحكم العلاقات التي تعتبر جبهتها دكتاتورية الجغرافية ما بين ليبيا وما بين مصر بحكم المصاهرات والعلاقات الجغرافية والاجتماعية فيما بين هذه المناطق، ارتأت هذه الشرعيات بأن تتحرك وأن تساند وأن تدعم مجلس النواب بحكم هناك انقسامات عمودية حادة فيه. بس لم تتحرك من تلقاء نفسها أكيد سيد فيصل. دعيني أذكر بأن المؤسسات تكاد تكون رخوة في برقة بالكامل السياسية، باستثناء المستشار صالح وهو الذي يقود مجلس النواب من خلال الرئاسة، وهو الذي يحاول أن يتحرك رغم كبر السن وهذه الجولات، الذي يبحث عن رافد وهو هذا الأمر المهم وهو الشرعية. فيه أمر مهم أستاذة رغدة لا يمكن تجاوزه لو سمحتي لي، وهو وجود الحلة الداعمين للوفاق في الغرب الليبي وهم تركيا الدولة الإقليمية الصاعدة، وفي جمهورية مصر بحكم وجودها، ولكن هناك أيضا الروس الذين مثلوا تحالف للقوات المسلحة. ليبيا موجودة في عقيدة الدولة الروسية لدى صعود الرئيس فلاديمير بوتين عام 99 إلى 2000، وجد حول هذا الرئيس الذي يعتبر هو رئيس قومي ذو نزعة إمبراطورية، وهذه فيها نوع من التناقض. هناك حول كثير من المنظرين أبرزهم منظر اسمه الدكتور ألكسندر دوغان، ينظر بأن لا يمكن عودة روسيا وصعودها على الإقليم إلا أن ترتكز على نظرية اسمها هو نظرية أوراسيا، يعني أن تتحالف مع الجمهوريات الموجودة في شرق آسيا وهي التي من شعوب تركيا، وأن تتحالف في هذه النقطة مهمة، أن تتحالف في الشرق الأوسط مع دولتين اسماهم النيشن ستيت الدول القومية، تحدث عن سوريا بالاسم وتحدث عن ليبيا بالاسم. إذن في الأيديولوجية الدولة الروسية الحديثة ليبيا موجودة ضمن هذه العقيدة الروسية، وتعتبر كمدخل على البحار الدافئة. يوليو 2013 دخل الأسطول الروسي لهذه المنطقة وقالوا نحن دخلنا إلى البحار الدافئة ولن نخرج منها، ودخلوا أيضا إلى طرطوس من خلال اتفاقية مع الرئيس بشار الأسد تقريبا حوالي 99 عام. إذن ليبيا موجودة داخل العقيدة الروسية، داخل هذه الأيديولوجية الروسية. صحيح الرئيس بوتين لم يتبنى نظرية ليبرالية ديمقراطية ولم يعود إلى النظرية الاشتراكية الماركسية، تبنى هذه النظرية اسمها هو نظرية السيادة الوطنية. وبالتالي عندما يتحدث عن ليبيا ويتحدث عن أماكن الصراعات يقول نريد سيادة هذه الدول، محافظة على أراضيها. إذن هذا سوف يكون جزء من البارغنينج، من عملية المساومة. الرئيس بوتين سوف يكون جزء من هذه البارغنينج في ملف مهم جدا له، ضمن الملفات الساخنة لها الملف الأوكراني، أيضا الملف مع الأتراك، أيضا ملف مع الولايات المتحدة في كثير من القضايا. إذا الملف الليبي أصبح مهم يتناول فيه السيد رافروف، السيد شويغو وزير الدفاع، مجلس الأمن القومي الروسي لاحظناه. ليبيا أصبحت ملف مهم في وزارات خارجية وأجهزة الأمن القومي لهذه الدول. يبقى الأمر المهم والمعقد على الليبيين، وهو كيفية استعادة الدولة الليبية، وهذه تحتاج إلى نخب وتحتاج ما يعرف بثورة جيل على جيل. ثورة مثل ما أشرت الأمر جدا معقد اليوم، يعني مسألة روسيا أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية كذلك، بالنسبة لدور الدور التركي أيضا مصلحة أيضا أخرى سياسية واقتصادية أكثر في ليبيا، وأيضا البعض يقول بأنها مسألة الدولة العثمانية أيضا تظهر في الصورة من تصريحات أردوغان وتصريحات الكثير من المسؤولين الأتراك في هذا الجانب. المصلحة الأمريكية من جهة أخرى، المصلحة المصرية أيضا، المصلحة اليونانية، الفرنسية، الإيطالية وغيرها وغيرها وغيرها. هذه المصالح كلها وهذه النفوذ، وأن تصبح ليبيا منطقة
تقسم إلى مناطق نفوذ ربما بين العالم اليوم. كيف يمنع الليبيون أو الأطراف الليبية الآن الموجودة تمنع هذا من الحصول في ليبيا؟ هل في أمل ما زال أن يعني يجتمع الأطراف على طاولة حوار ويدفع بالعملية السياسية من جديد حتى يمنع حصول أو تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ؟ السؤال موجه نعم للسيد فيصل. نعم، في ولو سمحتي لي في نقطة، نحن نحاول من خلال هذا البرنامج القيم نرفع منسوب الوعي وأن نضع إصبوتات وعلى النقاط المهمة. تحدثت أنت على الفرنسيين، ولكن هناك سبب مهم أستاذ رغدة في لماذا تدخل الفرنسيين. ولو سمحتي لي بدقيقة ممكن بإيجاز بس بإيجاز نعم. الفرنسيين لماذا تدخلوا في ليبيا؟ هنا نتحدث ما بعد 2014. الفرنسيين تدخلوا في ليبيا هو يهمهم الجنوب الليبي ودول الصحراء. أطلقوا الفرنسيين عملية عرفت بعملية سرفال، ثم طوروها بعملية اسمها عملية برخان لمكافحة الإرهاب، شملت تشاد، النيجر، مالي، شملت حتى موريتانيا وبوركينا فاسو. 5 دول أطلقوا الفرنسيين هذه العملية الأمنية. طبعا مهندس هذه العلاقات هو جان إيف لودريان، كان وزير الدفاع في تلك المرحلة، وصف الجنوب الليبي بأنه وكر العقارب. ووصف الجنوب الليبي بأنه هو الطريق السريع، الطريق السريع أو ما يسمىه الكاريدور من الجنوب إلى أوروبا. إذن ليبيا موجودة ضمن العقيدة الأمنية للدور الفرنسي. ما تطرقت لي حضرتك بأن ما هو الدور لكيفية استعادة الدول الليبية. للأسف أن الليبيين لم يغلبوا الوطنية، تم تغليب الجهويات، صعدت هذه الجهويات، وتم تصعيد النعرة القبلية، وتم تصعيد أيضا الجانب الأيديولوجي وهو كان خطير في ليبيا. تم تقسيم المجتمع، وبالتالي برزت هذه العمليات جميعا. وامتى برزت أستاذ رغدة؟ برزت مع الانتخابات. وللأسف بأن الان جي اوز منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة عادة ما يقولوا بأن الانتخابات هي مفيدة جدا في مراحل الانتقال الديمقراطي، وهو هذا خطأ، أكبر خطأ، وهو الانتخابات في مراحل الانتقال الديمقراطي قبل ما يتم توحيد المؤسسات. لماذا السؤال هنا يطرح نفسه؟ لأن في الانتخابات تصعد الطائفيات وتصعد العرقيات وتصعد الجهويات تصعد، وبالتالي عملية بناء طرح متماسك لمجتمع قوي يكون هذا أمر صعب. معنى هيك وكأن رجعنا أن المشكلة بادية من المؤتمر الوطني، من أول انتخابات صارت في ليبيا. نعم، نحتاج كما أسلفت الذكر ثورة جيل على جيل، وهذه حصلت في 68 و 69، حصلت ثورة كثيرا في الدول الأوروبية، إقفال الشوارع، شل العواصم، تغيير أصبح من قبل الشباب، ثورة جيل على جيل بأن نحن نخرج خارج الصندوق وأن نغلب المصلحة الوطنية، وحتى وأن طلبنا بالنظام الفيدرالي، وهذا ليس بالعيب، ولكن النظام الفيدرالي ضمن الدولة الوطنية، ضمن الدولة الواحدة، ضمن الدولة المتماسكة، وأن لا يتطرق بهذا الخطاب العنفي وهذا الخطاب الحدي الذي استخدم فيه الدين كأيديولوجيا رافعة لهذا المشروع، أو استخدمت فيه الفيدرالية من خلال مطالبات حدية وقوية جدا، استخدمت فيها مصطلحات البدو، استخدمت فيها مصطلحات القرامطة، وكثير من المصطلحات التي الحقيقة عمقت هذا الموضوع. استعادة الدولة، استرداد الدولة، هذا يحتاج إلى جهد، من ضمنها جهد برنامج كذا، هذا يساهم في رفع منسوب الوعي بأن ليبيا الدولة، الكيان القوي الصلب المتماسك، يحتاج إلى جهد، جهدنا نحن جميعا أن نغلب صوت العقل وأن نحدد نحن المشتركات. نحن في مرحلة انتقال ديمقراطي، نحن أستاذ رغدة لا أريد أن أطيل، ولكن نحن لسنا استثناء في مراحل الانتقال الديمقراطي التي شهدتها أمريكا اللاتينية، أو شهدتها جنوب أوروبا، البرتغال، أسبانيا، اليونان، أو شرق آسيا، شهدتها تركيا، أيضا أندونيسيا، شهدتها ماليزيا. نحن لسنا استثناء منها، ولكن مراحل الانتقال الديمقراطي لا يوجد فيها قانون يتم تطبيقه على الجميع، لكل حالة منها نموذجها الخاص. إذن النخب دورها في التوعية، الابتعاد عن الخطاب الحدي واستعادة الدور الوطنية يأخذ منا وقت، ولكن باستبدال هذه الوجوه بعد توحيد المؤسسات من الممكن أن نصل إلى دستور أو ورقة دستورية
ممكن التأسيس عليها والذهاب إلى انتخابات. نعم، نشكرك جزيل الشكر السيد فيصل بوراقة المحلل السياسي الليبي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لك على كل ما تحدثت به في هذه الحلقة والتفاصيل اللي أشرت لها معنا. نرجع للسيد أيضا سيد بلقاسم والسيد سعد. سيد بلقاسم أهلا بك مرة ثانية. الآن نتحدث عن تحقيق السلام ربما والعودة عن طريق الحرب والتصعيد العسكري ومسألة والتخوف حتى من تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ مثل ما أشرنا. كيف ممكن الآن تجنب شرارة الحرب وأن تكون صرت من بعد ما كنا نصفها بأنها ربما تكون منطقة للهدنة أو منطقة فاصلة تصبح هي أو تتم فيها الحرب من جديد؟ هو الأمر مع الأسف يعني أنا أعتقد أن يعني كانت هناك أخطاء كبيرة، يعني هناك أخطاء عديدة ارتكبها الليبيون يعني بدءا من المجلس الانتقالي إلى اليوم، لكن هناك خطيئة بصراحة وخطيئة طاسة على التفكير هي الهجوم على طرابلس بهذا الشكل. هذا عمق يعني يعني أنا شخصيا أنا التقيت بداود أوغلو وزير الخارجية ضمن وفد. نعم. والتقينا بأمر الله أشلار المبعوث للرئيس. ايه؟ والتقينا بالرئيس شخصيا، وكان الخطاب التركي هذا في 2017 والله يعني حتى بالنسبة لنا يعني كان نوع من الخذلان، قالوا أنتم الليبيين تفاهموا مع بعضكم وبعدين تعالوا لنا، أنتم الليبيين أقرب لبعضكم ولما تفاهموا مع بعضكم إحنا جاهزين لمساعدتكم. في 2015 أيضا التقينا بالأتراك، وأعتقد أحمد داود أوغلو في ذاك الوقت رئيس الوزراء كان رئيس الوفد السيد نوري بوسهمين، قالوا لنا يجب الليبيين أن تتفقوا وراءوا بلادكم الضياع. الحقيقة الهجوم على طرابلس هذا هو اللي جاب تركيا وهو الآن سيد بلقاسم اللي جاب روسيا. سيد بلقاسم اللي نشوفه فيه الآن سيد بلقاسم يعني مثل ما ذكرت الآن إنه حتى الدول تطلب لما تتقابلوا معها تطلب منا نحن الليبيون أن نتفاهم فيما بعضنا، أن نحل مشكلتنا بشكل ليبي، الحوار الليبي الليبي يعني حل المشكلة. بس ألا يبدو هذا ظاهريا فقط شكليا فقط؟ لأن نرى هذه التصريحات مستمرة لحد هذه اللحظة. تصريحات هذه هو احنا بصراحة يعني لسنا بالسذج، يعني أنا ضربت المثل التركي لأن يعني لأن احنا نعرف أن تركيا بالحقيقة كانت تدخلاتها يعني محدودة للغاية يعني وهذا ليس كلامي أنا، هذا كلام سفراء دول عظمى اللي كانت دول ضعيفة اتفاق الصخيرات، لكن ليس من بينها تركيا، كانت في دول أخرى على هذه الضفة وتلك الضفة. الآن الحل بصراحة يعني أصبح يعني الحل بعيد، لكن يعني في تقديري أنا شخصيا أنا ذهبت إلى بنغازي وشجبت عملية يعني الإرهاب اللي كان في بنغازي. أول خطوة لرأب الصدع أخواتنا في المنطقة الشرقية يدينون بشكل واضح لا لبث فيه هذا الهجوم على طرابلس، لأنه لا مبرر سياسي ولا وطني ولا أخلاقي للحرب. هذا لا يعني على الإطلاق أننا مع حكام طرابلس الآن، يعني أعتقد أن الأناء الفساد والوساطة أزكمت رائحته النتنة الأنوف فعلا، لكن هذا مش مبرر لحرب يعني نجيبوا فيها العالم. يعني الآن ليبيا بدت مسرح حرب، الآن في كلام يعني في أقوال يعني هي ربما يعني روسيا ربما هي اللي ضربت الوطية، امريكا ساعدت تركيا في ضرب البانسر، يعني احنا اصبحنا يعني ساحة حرب كبرى وعالمية. بالنسبة انا اعتقد انا لازلت يعني ما قاله السيد بوراقة هذا صحيح، لكن هذا تنظير السيد دوغين، لكن واقعيا ميزانية الدفاع الروسية هي تتراوح بين 40 و60 طيب. مليار دولار إيه. بينما ميزانية الدفاع الأمريكية تقريبا 700 مليار. نعم. ولهذا
المقارنة في غير محل. يعني الآن بس لأنه الحلقة قد انتهى تقريبا الآن سيد بلقاسم، يعني الحل برأيك هو أول شيء هو وقف الفتنة أكيد ومحاولة رأب الصدع ولملمة هذا الوضع الليبي ربما. شكرا جزيلا لك سيد بلقاسم على وجودك معنا في هذه الحلقة، عضو مجلس الأعلى للدولة. سيد سعد بن شرادة أيضا عضو الأعلى للدولة، أهلا بك مرة ثانية. بس بإيجاز سيد سعد، الآن ما هو الحل الليبي وكيف يمكن الدفع بعملية السلام من جديد؟ الحل الليبي الآن يجب يتفق الليبيين على الآن وقف إطلاق النار فوري ووضع منطقة عازلة والذهاب إلى الحوار، غير ذلك لن يكون حل. وإذا تم اتفاق الليبيين على وضع منطقة عازلة سوف يوافق المجتمع الدولي على ذلك، يعني المنطقة العازلة سيساعدهم المجتمع الدولي على ذلك وسوف تخرج فرنسي. نعم. ضروري في منطقة عازلة تكون في ليبيا، وهذا يجب الاتفاق عليها الشعب الليبي، الساسة كل الليبيين والأطراف الليبية حتى تهدى النفوس وبعدين نذهب إلى الحوار. شكرا جزيلا لك سيد سعد بن شرادة عضو مجلس الأعلى للدولة على وجودك معنا في حلقة اليوم. الشكر أيضا موصول إلى كل ضيوفنا اللي كانوا معنا في حلقة اليوم للحديث عن خط الهدنة سرت، وكذلك الحديث عن التحشيدات العسكرية الأخيرة حول المدينة والتصريحات التركية والروسية أو التحركات المصرية الروسية عذرا والمصرية والتركية كذلك. شكرا لكم مشاهدينا ودمتم في رعاية الله، مع السلامة. We'll be right back.